بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الجزء الثالث، مجموعة المسائل في سكشن 7. مسألة 17 بيقول لك الفيجر 325 A اللي هو تريانجولر، ده طالع ده نازل، يبقى أكيد ده تفاضله هيبقى جيت فانكشن. تمام، ينزل هنا، ده لما يكون نازل تفاضله بالسالب. قلنا معادلة خط مستقيم دي 4/2 تديك 2. تمام، ودي 4/2 تديك برضه بس إشارة عكسية بسالب 2 عشان المسافة نازل. ودي تيجي تعمل تفاضل دي بقى، دي المسافة دي 4، يبقى في امبلس عند 0 و4 لما نيجي نفاضلها تاني. ودي امبلس عند سالب 2 ب2، ودي عند 2 طالعة لفوق برضه 2 اهي، واحدة اهي، تانية، تالتة. دي جي 2 اوف اوميجا، الجي 2 اوف اوميجا اهي هيجيب لها فري ترانسفورم، هتبقى عبارة عن ايه بقى؟ سالب 4 زي ما هي، واتنين اي اس جي اوميجا، واتنين اي اس ناقص جي اوميجا. تعال نشوف كده اهي، ممكن اخد الاتنين دول مع بعض واظبطها تبقى كوزاين، تبقى ساين تربيع عادي. حط الجي اوميجا بزيرو تطلع معاك بزيرو. هنا جي 1 اوف اوميجا هي عبارة عن سالب 8 على جي اوميجا ساين تربيع اوميجا. تمام، عوض بصفر. فالراجل قال لك ايه في الكتاب؟ انا بقى المعادلة معايا خطوتين ورا بعض، راح اعملها ايه مرة واحدة بقسم على جي اوميجا تربيع. الاتنين صح لو مشيت خطوات زي ما احنا عاملين، ودي صح برضه، يعني الاتنين صح، هيطلع لك نفس الايه، نفس الماتر. يعني انا قلنا تريانجولر بتديك سينك تربيع اوميجا. المسألة دي اخت اللي احنا حليناها من شوية. بيقول لك هات لي فري ترانسفورم للاشارة دي. الإشارة دي شبه حد كده حبيبنا اللي هو فعلا اي اس ناقص اي تي. فالاي اس ناقص اتنين اي تي كانت هي 2 اي على اي تربيع اوميجا تربيع. طب انا لو جيت هنا الاوميجا دي حطيت مكانها اي تربيع، يبقى انا حليت المسألة. فانت عاوز تعمل حاجة اسمها انفرس فوري ترانسفورم للإشارة بتاعتك. فلما كنت بتيجي تعمل انفرس فوري ترانسفورم، تقول 1/2 باي تكامل من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية للايه، للاكس اوف جي اوميجا، مش جي في الـ في الـ في الـ في الفريكوانسي دومين. تمام، فوجدنا ان الاشاره بتاعتك اللي هي موجوده في الفريكوانسي دومين بقت اسمها 2 باي اي ناقص اي تي مدرس بالشكل اللي قدامك ده. لو انت حطيت التي مكانها سالب تي، خلاص عشان تعكس الاشاره اللي جوه دي، هتطلع معاك 2 باي يوس ناقص تي، وهنا دي هتبقى ناقص جي اوميجا تي. طب انا لو عكست بقى، شلت التي دي وحطيت مكانها الاوميجا وعكست الدنيا، يعني يبقى 2 باي ناقص اي اوف اوميجا بتساوي تكامل من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية 2 اي على اي تربيع تي تربيع يوس ناقص جي اوميجا. يبقى الفوري ترانسفورم بتاع دي، تمام يا شباب، هي مين؟ هي 2 باي اي اس ناقص اي اوميجا. خلاص، يبقى ده الدواليتي. يعني الطريقه الثانيه وهي السهله جدا دواليتي بروبيرتي، ودي اللي انا هطلبك بيها في الامتحان، هقول لك حلها لي وتحلها لي انت بالطريقه الثانيه، ما تحلش بالاولى. الاي اس ناقص اي تي بتتحل كده، خلاص. فانا عاوز اجيب الجزء اللي على اليمين اوديه عند الشمال، واليمين التايم يروح في الفريكوانسي. نعملها ازاي؟ انا عاوز الاكس اوف تي بتساوي 2 اي على اي تربيع زائد اي تي تربيع. وهو كنا قبل كده قال لك عشان الدواليتي بروبابيلتي اهي في المستطيل ده، بتقول لك لو انت عندك اشارة كانت موجودة في فريكوانسي دومين وشلت كل اوميجا حطيت مكانها تي زي ما احنا عملنا، اقدر احولها الفريكوانسي دومين بس بشرط اضربها في 2 باي واغير اشارة كل اوميجا بسالب اوميجا. مفيش مسألة اسهل من كده. تعال هات اكس اوف ناقص اوميجا اي اس ناقص اي تي اوميجا. خلي بالك الكابيتال دي هي اللي كانت في الفريكوانسي دومين، والسمول دي اللي كانت في التايم دومين، عشان بس ما تلوطش الدنيا. خلاص المساله بتاعتك اتحلت، يبقى دي اسهل طريقه. رقم 19
بيقول لك find the energy و بتاعت السيجنالز اللي هما موجودين في فيجر A و B و C، التلات اشارات دول. العملية سهلة مفيهاش حاجة خالص. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، جميلة جدا. عشان تجيب الانرجي، قانون الانرجي بيقول لك واحد على اتنين باي تكامل من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية اكس اوف جي اوميجا تربيع، صح؟ اكس اوف جي اوميجا تربيع. الإشارة اللي هي X of G أوميجا دي في فريكوانسي دومين أساسا، أنا عاوز أعمل لها، فممكن أعمل لها تكاملات على تلات في أربع فترات مختلفة. الفترة دي زي الفترة دي، بس دي في حدود مختلفة. الفترة دي التالتة اللي هي من سالب واحد لواحد، فالراجل هيقسمهم فعلا تلات فترات زي ما احنا قلنا، وكل واحدة بالأمبليتيود بتاعتها تربيع. هيعمل التكامل، تبقى دي اوميجا اوميجا اوميجا، يعوض بحدود التكامل، يظبط اموره، خلاص تطلع معاه الانرجي بخمسة على باي. في المسألة التانية دي هيشتغل فيها بس فترتين، الفترة الاولى والتانية، ويحسب الانرجي لانه شغال فريكوانس دومين زي ما انت شايف. شفت الانرجي بتاعتنا حلوة ازاي تحسبها في فريكوانس دومين؟ يبقى انت لو عندك اي اشارة في تايم دومين، يا عم ارميها فريكوانس دومين واعمل لها حساب لها الانرجي. وطلعت معاك بالقيمة دي. التالتة بقى جميلة جدا. اولا لازم تكتب معادلة الجزء ده، دي اتنين، وخلي بالك ودي اتنين، لازم تكتب معادلة الاجزاء دي، الخطين المايلين، ودي الفترة التالتة اللي في النص تعمل عليها تكامل. الراجل كده عملها لك وحسبها لك وانا شرحتها لك قبل كده. الفترة اللي في النص باتنين هيعمل تكامل كم مرة؟ تلاتة، واخد بالك؟ هيفك التربيع ده، فكه بالشكل ده، هيفك التربيع ده بالشكل ده، ويعمل تكامل عادي. اوميجا تربيع تبقى اوميجا تكعيب على تلاتة مضروبة في كام؟ في اربعة، ويعوض في التعويض مباشر زي ما انت عارف. هيطلع معاك ستاشر على تلاتة باي. المسألة دي حلوة ولذيذة. رقم عشرين بقى فيها اتنين وعشرين مسألة فوري ترانسفورم عن طريق تطبيق البروبرتيز. نسمي الله ونتوكل نحلهم. هنا ديت اكس اوف دلتا تي ناقص اتنين، هي دلتا معمول لها شيفت في التايم دومين، يبقى في الفريكوانس دومين هيبقى في اس جي اوميجا، في الفري ترانسفورم بتاع دلتا اوف تي اللي هي بواحد هتطلع معاك بالشكل ده. يبقى هي عبارة عن دلتا بس معمول لها شيفت في التايم دومين، يبقى في الفريكوانس بإشارة ايه؟ دول اشارتين مطروحين من بعض دلتات، واحدة ليها فوريت ترانسفورم ده والتاني فوريت ترانسفورم ده، جمعهم مع بعض طلعت مع سالب اتنين جي ساين. دول اتنين مجموعين نفس الكلام، دي يو اف تي ودي يو اف تي. طبعا احنا عارفين ان اليو اف تي زائد اتنين هي اشارة معمول لها شيفت. اشارة معمول لها شيفت في التايم دومين بالموجب، دي هتبقى تي تساوي سالب اتنين، يبقى دي هتعملها شيفت بالسالب زي ما انت شايف، هتبقى موجب جي اتنين اوميجا، لان هي اصلا كانت تي بتساوي سالب اتنين في واحد على جي اوميجا زائد باي دلتا اوميجا. ايه كده؟ دي طبعا احنا واخدينها منين؟ من الجداول الجاهز. الراجل هنا قال لك ما تثبتليش، انت حلها دايركت. وادي الجزء التاني راح مجمعهم مع بعض. ال x of t بتساوي u of ناقص t ناقص تلاتة زائد u of t ناقص تلاتة. معلش يعني دي واحدة نفس المسألة اللي فوق، بس واحدة منهم معمولها reverse of time يعني، خلاص يعني مش محتاجة حاجة خالص. طبعا هو حلها بالتفاضل والتكامل، خلاص يعني هو حلها هنا ايه رقم خمسة، يحلها بالتفاضل والتكامل، هي واحدة بس معمولها reverse of time. راح رسمها، واحدة راح شمال، واحدة راح يمين، بس الإشارة لما أجي أرسم سهم دي كانت ماشية كده، دي ماشية كده، دي ماشية كده، دي ماشية تعمل تفاضل. ده نازل لتحت، ده طالع لفوق، تفاضل اتنين امبلس، واحدة عند الشيفت بتلاتة وواحدة عند التلاتة. تكتبها في فريكونسي دومين
اي اس 3 اوميجا تي في سالب 1، ودي هتبقى اي اس ناقص 3 اوميجا اوميجا في الموجب اهو كده. جي اوف اوميجا دي جي 1 اوف اوميجا، الجي اوف 0 تعوض بصفار هتطلع بزيرو، جي 0 تقسم دي على جي اوميجا تديك الايه الاشاره بتاعتك الخطوه دي خلاص، تتعرف الاكس والجي اوميجا بالشكل ده لما تقسم مين، تقسم دي على جي اوميجا بس. شكرا. طيب الاي اس ناقص 3 تي يو اوف تي ناقص 1، الفورير ترانسفورم بتاع اليو اوف تي ناقص 1، الفورير ترانسفورم بتاع اي اس ناقص 3 تي يو اوف تي من الجداول بواحد على 3 زي جي اوميجا. بس انت هنا رحت جاي عامل لليو اوف تي شيفت بكام؟ شيفت في التايم بواحد، يبقى هيزيد عندك بس ايه واحدة اكسبوننشال جي اوف اوميجا. في مشكلة؟ لا مفيش اي مشكلة. يبقى انت عندك اي اس ناقص 3 تي يو اوف تي واحد على 3 زائد جي اوميجا. لو انا عملت شيفت في التايم هنا فلازم الشيفت في التايم يتطبق على في الاكسبوننشال واليو اوف تي، فدي هتبقى اي اس ناقص 3 تي ناقص 1 ودي يو تي ناقص 1، يبقى نضربها في الاس. جميل. خد بقى الاي اس 3 دي فك دي، لان انت عاوز مين؟ انت عاوز اي اس ناقص 3 تي بس. هتاخد اي اس ناقص 3 تي تفكها تبقى اي اس ناقص 3 تي في اي اس 3، خد الاي اس 3 بره ودي اللي انت محتاجها، يبقى تودي الاي اس 3 هناك هتبقى باي اس ناقص 3، هتبقى اي اس ناقص جي اوميجا ناقص 3. هنا خد سالب على مشترك تبقى جي اوميجا زي 3. الطريقة التانية ان انا اعمل لها هنا طبعا اليو ناقص 3، يعني معنى كده ان هي اكسبوننشال بس راحت جاية اليو قطعة واخدة الحتة دي بس. فالتكامل هيبقى من كام؟ من عند موجب واحد لغاية كام؟ لغاية ما هنا. فلو عملتها فلويد ترانسفورم عادي بالمعادلات تكاملات عادي خالص مفيش مشكلة، زي ما انت شايف تحل التكامل عادي خالص يطلع نفس الناتج. في المسألة رقم 7 هو ضرب في رام فانكشن. طبعا انت عارف ان الاي اس ناقص اي تي في اليو اوف تي دي الفوري ترانسفورم بتاعها، و فالتي اوف اي اس ناقص اي تي يو تي الاشارة دي يا شباب طول ما انت مضروب تي عندك في التايم دومين قلنا بنعمل تفاضل، يعني معنى كده ان كان عندك في الفريكوانسي دومين حاجة انت عملت لها تكامل فظهرت في التايم دومين كده، فالتكامل اللي هنا ممكن انت تعوض بتفاضل دي على دي اوميجا فاضل ديت تمام، ممكن تطلعها فوق بقص اس ناقص 1 هتبقى ايه زائد جي اوميجا اس ناقص 1، اعمل تفاضل لدي الاس هينزل هيبقى هنا الاس هينزل هيبقى سالب 1 ناقص من اس 1 هتبقى سالب 2 في تفاضل من جوه القوس اللي هو الجي خلاص. يبقى انت هتبقى عندك سالب جي اللي هي دي والقوس اس سالب 2 ينزل تحت التربيع، يبقى ده الحل بتاع المسألة. يبقى عندك لما نضرب في linear function بتمثلها بتفاضل في الـ frequency دول، لأن أنت عندك الـ e ناقص a t u t هي واحدة على a g زائد g omega، ولكن أنت لما تيجي تضرب في t في الـ time domain معناها إن هي بتمثل j d by d omega في الـ frequency domain. هنا الراجل ضرب في اي اس ناقص اي تي اي اس زائد 2 يو اوف تي ناقص 2. يا باشا هي نفس المساله اللي فاتت مفيش اي اختلاف، وتحلها تطلع معاك او تحلها بالتكامل عادي. هنا المساله دي جميله، خلي بالك ان التي حطلك في مودولس، يبقى اما من 0 لما لا نهايه كانت تي موجبه، من سالب ما لا نهايه لزيرو كانت تي سالبه، خلي بالك بقت جزئين. هتبدأ تشتغل على المسألة كأنها ايه يا شباب؟ مسألتي خلاص. طبعا احنا عارفين فوريير ترانسفورم بتاعت اي اس ناقص اي تاو كانت باتنين اي على اي تربيع اوميجا، فاحنا هنشيل التاو دي اللي طلعت اوميجا، هنحط هنعمل شيفت بكام؟
بكام؟ بسالب 2. فلما تعمل شيفت بسالب 2 هتطلع معاك فين؟ في الاكس رينج. ثلاث خطوات لحل المساله. فوريير ترانسفورم بروبرتيز، الراجل ده انا عارف الاي اس ناقص اي تي مودولس بتعمل ايه، تديك 2 اي على اي 2 تربيع اوميجا تربيع. راح اعمل لها شيفت في التايم بقيمه موجبه في التايم بسالبه في الفريكوانسي. كوزاين طبعا دايركت، تو امبلسز نعمل لهم شيفت مع الفيز اللي هو الفاي اللي موجود عندي. ساين برضو نفس الكلام، مسائل لذيذه خفيفه. اكس اوف تي بتساوي ساين 2 باي تي زائد باي على 4. هي هنا معمول لها الاوميجا نوت هنا ب 2 باي والفاي باي على 4، هتعوض في المساله اللي فاتت بالقيم فقط لا غير. وهنا برضو هنا بس الكوزاين هتهلها كمسالتين، هنا الاوميجا نوت ب 3 باي ودي الفاي ب 8 على 4 هتعوض بيها في المسألة اللي احنا حليناها من شوية. في الآخر هتيجي هنا واحد، الواحد دي كانت هناك باتنين باي دلتا صح؟ هنحطها باتنين باي دلتا، يبقى هي المسألة زي اللي فاتت وتضيف عليها ايه؟ اتنين دلتا اوف اوميجا اللي هي اتنين باي، واخد الباي على المشترك. الكوزاين برضه نفس الكلام، تعويض مباشر يعني مفيش اختلافات. الاكس اوف تي بتساوي اكس اوف 4 تي ناقص 8، عاوز اكس اوف جي اوميجا. لو انا عندي اكس اوف تي هي اكس اوف جي اوميجا، اعمل لها شيفت التايم اضربها في اكسبوننشال صح، وبعدين اعمل لها تايم ايه كومبريشن، يبقى اقسم على 4 واقسم كل جي اوميجا على 4، اي اوميجا عندي اقسمها على 4، حتى الجي اوميجا اللي فوق اللي هي 8 دي اتقسمت على 4 بقت 2، مفيش اسهل من كده. تفاضل مرتين في التايم دومين الاكس اوف تي ناقص 2. التفاضل مرتين في التايم دومين هو بيعوض بجي اوميجا كل اس 2، مش قلنا بنضرب في الفريكوانسي دومين باس ان اللي هما 2 التربيع، بجي تربيع بسالب 1 في اوميجا تربيع اكس اوف جي اوميجا. وراح جاي اعمل لها شيفت للتايم، التايم اعمل له شيفت ب2 بعد ما تعمل التفاضل تعمل لها الشيفت اللي انت عاوزه. بس خلصت المسألة. المسألة دي واحدة عمل لها تايم ريفرسل، واحدة شيفت يمين شيفت شمال، حلها على انها مسألتين وهتطلع معاك بالشكل اللي انت شايفه. دي ريكتانجولر فانكشن، عارفين ان هي سينك، معمول لها شيفت يبقى دي تي على 4 او الدير بتاعتها باربعة زائد 2 على 4 بنص، طبعا فكها زي ما احنا بنحل المسائل وهياخدها حتة حتة بقى. انت عارف ان الريكتانجلر تي على 4 كانت في مسألة قبل كده اللي هي مسألة 3 2 طلعت معانا ب2 اوميجا ساين 2 اوميجا تمام. بعد كده هيعمل لها شيفت بليه بالنص، هتبقى اي اس نص جي اوميجا، حطها معانا بالشكل ده رقم 19. هيجيب تريانجل فانكشن ويبدا يطبق عليها نفس الخطوات بتاع الريكتانجل اللي فوق، هيعمل لها تفاضلات بقى مسألة زي اللي فوق بالظبط، هيجيب جي 3 وجي 2 ويعوض مرة بزيرو عشان يجيب جي 2 وبزيرو، جي 1 وبعدين يعوض بزيرو عشان يجيب جي وبزيرو. فلقى ان ترينجولر تي على 10 هي الفريت ترانسفورم بتاعها هي 10 سينك 2 5 اوميجا اي اس ناقص جي 4 اوميجا تمام. شباب شوف بقى الراجل ده خف حتة عميقة، بيقولك تفاضل 5 ريكت تي على 8. What is the Fourier transform of y of t بتساوي تكامل x of t dt. طب ال x of t دي انا دخلتها هنا في التكامل، التكامل هيروح مع التفاضل، هتبقى 5 ريكت تي على 5 اللي هي المسألة اللي فاتت.
فلما تيجي تقعد تفاضل بقى الخمسة على اكس سي على تمانية، يقول لك ايه تي على تمانية، ايه خمسة على اكس سي على تمانية ايه، لما تفاضلها هتطلع بالشكل ده. يبقى انا محتاج ان انا ارجع لهنا تاني، يبقى انا هطبق قانون التفاضل مرة واحدة، واحد على جي اوميجا اكس في جي اوميجا زائد باي دلتا اف اوميجا، دي بزيرو لان البلسز دي المساحة تحتها بزيرو، وبعدين هتبقى دي جي عشرة ساين اربعة اوميجا، جي هتروح مع جي تبقى عشرة اوميجا ساين اربعة اوميجا، تطلع معاك بالشكل ده. الاكس في تي بيقول لك هي بتساوي دلتا تي زائد اتنين زائد خمسة دلتا، يعني دلتات معمول لها شيفتات في تايم دومين، سيادتك هتعمل لها فيس شيفت في الكرنسي دومين. الاكس اوف تي بتساوي اي اس جي ستة لما كانت التي اقل من باي، يعني هي اي اس جي ستة تي من زيرو لباي كانت بموجب، ومن زيرو لسالب باي كانت بالسالب. الاشارة دي هي ما فيهاش اي مشاكل خالص، هي عبارة بيقول لك ان هي اشارة اي اس جي ستة تي مضروبة في ريكتانجولار بارس، الويتس بتاعتها بكام؟ باتنين بار، تمام. فهو قال ايه بقى؟ قال ان الواي اوف جي اوميجا هي الفورير ترانسفورم بتاع ريكتانجولار اللي هي اتنين اوميجا ساين اوميجا باي من المثال القديم، فالواي اوف تي هي ريكتانجولار فانكشن مضروبه في اي اس ايه جي 6 تي، يعني هو قال لك ان الكومبلكس فانكشن اللي هي دي اهي اللي هي اي اس جي 6 تي مضروبه في جيت فانكشن، تمام. الويتس بتاعها 2 باي، فهيروح جايب الاكسبوننشال ضربها في الجيت فانكشن مطلع لك الايه الواي اوف جي اوميجا ناقص 6، لان اي فيز في التايم دومين بيقابلنا شيفت في فريكونس دومين، فبالتالي الاكس اوف جي اوميجا خلاص تساوي الفوري ترانسفورم بتاع الواي اوف تي اي اس ناقص اوف جي 6 تي، يبقى الاكس اوف جي اوميجا هي عبارة عن الفوري ترانسفورم بتاع الواي اوف تي اي اس جي اوميجا تي اللي هو حاصل ضرب، ركز معايا، ان انت هتجيب الاشارة دي وهتبقى دي جي اوميجا ناقص 6 جي 6، ان انت هتيجي تقول ان هي ساين اوميجا ناقص 6 لان نفس الشيفت ده هيبقى هنا مضروبة في الباي اهو في 2 على اوميجا، يبقى كل اوميجا هتشيلها في المسألة اللي فوق وتحط مكانها اوميجا ناقص 6، ودي مسألة يعني أبسط كده مفيش، يعني قالك إن هي جيت فانكشن عادي واتدخلت جواها الكومبلكس فانكشن، فأنا خدت أكنك بتعمل تاخد إشارة صوت واحد من عدة مكالمة ترددات موجودة ناس بتتكلم كتير، فأنا خدت واحد في مكالمة معايا بتاع التليفون عاوز أسمع بيقول إيه، فرحت جاي أعمل له فلتر، الفلتر ده مين؟ الجيت فانكشن، فالجيت فانكشن أصلا الفري ترانسفورم بتاعها أهو. طب أنا لما خدت الاشاره جيت فانكشن ضربتها في الاي، طب الاي جي ده شيفت فين؟ في التايم دومين بيقابله، قصدي فيز في التايم دومين يقابله شيفت في الفريكوانسي دومين، واروح مطبق القاعده على طول مباشره، اشيل كل اوميجا احط مكانها اوميجا ناقص 6 في تحويله السينك دي، تطلع مساله معاك دايركت. بيقول لك دي اكس جي اوميجا انا عاوز الفوريير ترانسفورم بتاعها الانفيرس، صح؟ عاوز تايم دومين من الاوميجا، يبقى هو عاوز اكس اوف تي اللي مطلوب. تعال نبص المسألة دي، المسألة دي فيها تفاضل ومضروبة في جي وإي اس جي اتنين اوميجا على واحد زائد جي اوميجا على تلاتة. تعال بقى نفصصها حتة حتة، اكس واحد وجي اوميجا هي الجزء اللي تحت ده، تعالى ناخد الحتة دي كده على بعض، واحد
على 1 زائد جي اوميجا. يبقى التايم دومين بتاع الاشاره دي هي عباره عن اي اس ناقص تي يو اوف تي، صح ولا لا؟ ان احنا عارفين من الفوريير ترانسفورم تيبل الستاندرد ان الاي اس ناقص تي يو اوف تي هي 1 على 1 زائد جي اوميجا. طبعا هو كان بيقول لك اي تي عشان يحط لك هنا اي. فالفورير ترانسفورم بتاع الاكس 1 3 تي، يعني انت عملت تايم سكيل بكام؟ ب 3، هتطلع معاك ب 3 اي اس ناقص 3 تي يو اوف 3 تي. تمام. كل تي قلنا ان احنا هنقسم تطلع معاك 3 اي اس ناقص 3 تي يو اس 3 تي. خد الاشاره دي بقى اللي هي جت ظهرت لك على اليمين دي، عاوزين نجيب لها الفوري ترانسفورم. طب احنا هنعمله ازاي؟ قال لك هو انت مش لعبت في التايم هنا، خليت دي كانت اكس 1 اوف تي ودي اكس 1 اوف جي اوميجا. قلت له اه، بس انا جيت خليت التي دي خليتها 3، يبقى انا هقسم اي جي اوميجا على كام؟ اي اوميجا اقسمها على 3. خلاص يبقى وصلها بالشكل ده. خلاص يبقى انا عاوز اوصل للحته دي. اوصلها ازاي؟ قال لك انا عرفت ان الاي اي تي تمام اهي مضروبه في اليو تي بتديني 1 على 1 زائد جي اوميجا. بس انا مش عاوزها كده، انا عاوزها على 3، صح؟ عاوز اقسمها على 3. يبقى انا عملت حاجه في التايم، لما اقسمها على 3 يبقى انا ضربت هنا في 3، يبقى دي 3 ودي 3. في حاجه ناقصه كمان، المفروض كنت بقسم بره هنا على تلت، صح؟ يبقى انا اجيب التلت هنا اخدها التلاتة اللي تحت اوديها هنا تبقى جنبها، يبقى 3 اي اس 3 تي يو اوف كام؟ 3 تي. فاضل لك ايه في المساله؟ الشيفت اللي فوق. يبقى انت اي حاجه في التايم دومين اعمل لها شيفت بكام؟ هنا معمول في الفريكوانسي دومين موجب جي 2 اوميجا، يبقى هناك هيبقى بالايه؟ بالسالب ناحيه الشمال. يبقى المفروض لو انت الاشاره بتاعت التي موجبه تبقى موجب، لو اشاره التي سالبه تبقى سالب. تعال نشوف كده اهو، هيبدا يحط الشيفت بتاع فريكوانسي دومين هيحطه بموجب 2. فلما يحطه في موجب 2 جوه القوس تبقى 3 اي اس ناقص 3 تي زائد 2. ايه اللي ناقص لي في المساله؟ يبقى انا جبت الشكل الجنرال ده ورحت عامل له شيفت، عاوز اعمل تفاضل، التفاضل في الفريكوانسي دومين. انا عارف ان الجي دي دي دبليو اكس وجي اوميجا بتساوي التي في الاكس اوف تي، دي قاعده ثابته احنا عارفينها، لسه حالين بيها مساله فاتت على طول لسه قريبه، ان التي في الاكس اوف تي بتساوي في يعني كفوري ترانسفورم بتساوي جي دي على دي اوميجا اكس اوف جي اوميجا. يعني انت ممكن تشيل الجي دي باي دي اوميجا وراح جاي ضارب الاشاره الناتج بتاعها كله في مين؟ في تي في التايم دومين. خلاص اهي، يبقى تطلع الاشاره بتاعتك مضروبه طبعا في تي، يبقى 3 تي اي اس ناقص 3 تي زائد 2 الشيفت اهو تايم، وادي الثلاثه بتاعت التايم سكيلينج. كده 21. اسئلة 22 بيقول لك بقى مديك ست مسائل، بيقول لك هات لي الانفرس فوريير ترانسفورم ديت دلتا معمول لها انفرس في ال شيفت في الفريكوانسي. طبعا انت عارف ان دلتا اوف اوميجا بيعادلها 1 على 2 باي في التايم دومين،
فبالتالي الدلتا اوف اوميجا معمول لها شيفت في الفريكوانسي دومين، يبقى فيز فين في التايم دومين باشاره معاكسه اهي، يبقى ده الناتج بتاع الفيرس فري ترانسفورم. في المساله الثانيه الاكس اوف جي اوميجا بتساوي جي اوميجا على 2 زائد جي اوميجا تربيع. ما انت عارف ان الاي اس ناقص 2 تي، حط الاي ب 2 هنا، بتساوي 1 على 2 زائد جي اوميجا. خلاص شباب. ولكن هنا هو عمل ايه؟ حط جي اوميجا فوق وجي اوميجا تحت، يبقى هي اكيد اشاره كانت في التايم دومين ومعمول لها ايه؟ تفاضل، اللي هي ممكن تكون اللي هي الحاله الجنرال بقى اللي انا لسه معلم عليها صندوق فوق. فين هي؟ قلت لك احفظها زي اسمك، ان التي في الاكس في تي في التايم دومين بتروح فوري ترانسفورم، بتبقى الجي في التفاضل في الاكس اوف جي اوميجا. تعالى بقى هنا اهي طبقها اهي، لما تيجي تطبقها وتفاضل القوس ده هيطلع معاك بالشكل اللي احنا عاوزينه، هيبقى تي اس اي ناقص 2 تي، وده الناتج اللي الراجل عاوزه. يبقى الفوري ترانسفورم انفيرس بتاع جي اوف اوميجا على 2 زائد جي اوميجا تربيع هو التفاضل تايم دومين بتاع تي اي اس ناقص 2 تي. بيقول لك اشاره بواحد من اوميجا لسالب اوميجا دي جيت فانكشن فين في الفريكوانسي دومين، يبقى هتبقى سينك في الايه؟ سينك في التايم دومين. شكرا. قصه بس ان انت تعرف تحط الايه؟ الدبليو والويتس بتاعتها على باي والكلام ده. الاكس اوف جي اوميجا هي 6 على اوميجا تربيع 9، دي اللي هي الاكسبوننشال صح؟ الراجل هنا عامل حاجه جميله جدا، قال لك هي سالب 6 وفك دي لقوسين مضروبين في بعض، وراح عامل تجزئ اللي هنا بسط المقام، فرض ان الاولاني هو جي اوميجا زائد 3 والتاني هو جي اوميجا ناقص 3، وقال ان البسط فوق هنا بواحد وايه واحد، ده تجزئ القصور اللي احنا عارفينه، وراح ضرب طرفين في وسطين ومساويين بكام؟ بسالب 6 عشان يطلع معادلتين، يطلع منهم ايه واحد ويطلع منها ايه 2، وراح مطلع اكس وجي اوميجا، وراح جاي فري ترانسفورم دي لوحدها، فري ترانسفورم دي لوحدها، طلعت بالشكل ده. تمام، دي احد الطرق. الاكس وجي اوميجا برضو هنا نفس الكلام، ممكن يعملها بالتجزئ، عمل بالتجزئ، ركز معايا عشان هنا من المسافة رقم 4 بيبدأ يعمل تجزئ للكسور. هنا جي اوميجا هيقول ان دي ايه واحد ودي اتنين، ويضرب طرفين في وسطين ويطلع معادلة، ويفرض ان جي اوميجا واحد بتساوي سالب واحد وهيطلع ايه واحد، وهنا جي اوميجا بتساوي سالب تلاتة فرض يعني. جابها منين؟ مش انت في قوس هنا يا شباب تحت؟ فيقول هنا جي اوميجا بتساوي سالب 3 وجي اوميجا بتساوي سالب 1، الحاجات دي خدتها في الرياضة يعني. فهتطلع معاك الإشارة نص 1 على جي اوميجا زائد 1 زائد 1 على جي اوميجا زائد 3، تبقى نص دي في الفريكوانسي دومين في التايم دومين اي اس ناقص تي في يو اوف تي، ودي في الفريكوانسي دومين في الفورير العادي اي اس ناقص 3 تي. هنوريها لك دلوقتي. دي مسألة جميلة كمان، بس تقريبا هتتجزأ على تلات أجزاء. اضرب يا ريس المعادلات في بعضها طرفين في وسطين، وافرض مرة بقى ايه عندك بتلاتة عندك باتنين عندك كده يعني بالسوالب، وطلع قيم الايه واحد واتنين تلاتة، وحل المعادلات مع بعضها. المهم تعمل تجزئ بالكسور يعني. خلاص، كل واحدة من دول هي عبارة عن ديت اي اس ناقص 2 تي مضروبه في 2، وديت اي اس ناقص 3 تي بس في سالب. ولكن دي جت منين بقى؟ لسه شرحناها في المثال اللي فات. سالب 1 على جي اوميجا 2 كل تربيع هي عباره عن اشاره بس معموله تفاضل في الفريكوانسي دومين، يعني كان في تي في التايم دومين، يبقى تي اي اس ناقص 2 تي وسالب 1 تنزل زائد. مسألة 23 فيها أربع مسائل، بيقول لك هات لي فوري ترانسفورم بتاعهم. الفوري ترانسفورم بتاع اليو اف تي بالشكل ده، اعمل له شيفت
بقيمة أوميجا نوت، تعوض شيل كل أوميجا تحط مكانها أوميجا ناقص أوميجا نوت أهو، شيفت في التايم دومين، قصدي في إيه، في التايم دومين، يبقى شيفت في إيه، فريكوانسي دومين. في الإكس أوف تي بتساوي كوزاين أوميجا نوت تي يو أوف تي، هتجيب الكوزاين في اليو أوف تي، هتحل الكوزاين لوحدها تروح في كال تو اكسبوننشلز، وبعدين تجيبها يو اوف تي وتمسك كل جزء لوحده تحله كانه مساله لوحدها اهو اهو. دي واحده ما عملهاش شيفت لوحدها، ودي ما عملهاش شيفت لوحدها، بقت دي لوحدها مساله اللي هي خاصه بالجزء ده، ودي مساله خاصه بالجزء ده. بس هنا الساين يو اوف تي برضو نفس الكلام، ما فيش جديد. هي طبعا بيركز معاك على الاشارات الساين والكوزاين في المسائل، ودي المهمة عندي عشان انت محتاجها في شغلك في الكنترول في الكوميونيكيشن. دي جميلة جدا بقى، ده دي في اي اس ناقص اي تي، وهنا الكوزاين طلع لك اكسبوننشالز، ودي هتطلع لك ايه كذا، فتلاقي الشيفت بتاعك كبير شوية. بص هتلاقي الشيفت بتاعك كبير شوية. طبعا هو حلها هنا بالتكامل، دي بنسميها مودوليشن ثيوري، اي اس ناقص اي تي كوزاين اوميجا نوت تي يو اف تي، دي يا شباب بنسميها موديليشن سيري. اي اشاره اكس اوف تي مضروبه في الكوزاين تبقى عباره عن نص الفوري ترانسفورم بتاع الاكس اوف تي، معمول له شيفت مره بالسالب ومره بالمجرد. يعني اي اشاره صوت بني ادم اهي، لو قلت ان هي دي الاكس اوف اوميجا، لو حملتها على كارير فريكوانسي في الفريكوانسي دومين، يبقى واحد عند السالب اوميجا نوت، واحد على موجب اوميجا نوت، دي كوزاين صح؟ طبعا احنا شغالين اوميجا، وادي اشارة الراجل الصوت بتاعته. خلاص يبقى انت كده عملت حاجة اسمها موديليشن، حملت الاشارة بتاعتك على الكارير اللي هو مين؟ كوزاين. خلاص ودي موجودة في تحكم الصوت. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بفورير سيريز في الديسكريت مع الفوريير ترانسفورم. التسجيلات بس طلعت طويلة شوية، ولكن عشان المسائل بس كانت كتير. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.